السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتمم إن شاء الله تصحيح التمرين 29 صفحة 18 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات الثالثة إعدادي. إذا عطاوني نعملو كا، كعطاوني تي أو زيدنا على 4 زائد تي زائد 1 زائد تي على 8 زائد 1 في 3 تي على 2 ناقص 2. هنا كيما كتلاحظوا معايا، هنا عندي تي على 2 وعندي 1، وهنا يمكن نخرج تي على 2 من هنا وها الواحد عندي هنا. اذا هذه خصني نفككها او نحلها على شكل مستطابقه هامه اولى، لان عندنا زائد هنا زائد. مستطابقه الهامه الاولى اللي هي ا اس 2 زائد 2 عامل ب عامل ا عامل ب زائد ب اس 2 اللي غتعطينا في الاخير فاش نعملها، تعطيني ا زائد ب كل اس اس 2. اذا هنا تي اس 2 على 4 غادي نردها هي تي 4 غتولي هي 2 اس 2، هاد 4 تولي هي 2 اس 2 الكل اس اس 2 زائد جوج المستبقى الهامه، اللي انا قلنا غنحلو على شكل المستبقى الهامه، يعني خصني جوج ا بي. اذا انا باش تكون عندي جوج ا بي نضرب جوج في تي على جوج، جوج تي على جوج هي تي، وواحد عنصر محايد غنضرب فيه باش نبين بي ديالي. هذا هو تحليل ديال المستبقى الهامه، يعني رديتها على شكل تحليل المزعين نشر المستبقى الهامه ديالي. زائد تي على جوج زائد واحد عامل 3 تي على 2 ناقص 2 اللي غيعطينا هذه مستبقة هامة أولى هي تي على 2 زائد 1 الكل أس 2، والأخرى غتبقى كما هي تي على 2 زائد 1 عامل 3 تي على 2 ناقص 2 تساوي العامل المشترك. هنا كتلاحظوا العامل المشترك هو ماذا؟ هو تي على 2 زائد 1، هو تي على 2 زائد 1، تي على 2 زائد 1 عامل خدينا وحدة وغتبقى وحدة تي على جوج زائد واحد، نفتح معقوفة قبل وعدل الأقواس يعني نسيتهم، زائد ثلاثة تي على جوج ناقص جوج ونسد المعقوفة ديالي تساوي تي على جوج زائد واحد، نحيد المعقوفتين تي على جوج زائد واحد زائد ثلاثة تي على جوج ناقص جوج تساوي تي على جوج زائد واحد عامل هنا تي على جوج زائد ثلاثة على جوج. لاحظ معايا العملية، تي على جوج زائد ثلاثة على ثلاثة تي على جوج، عندي المقام موحد ليهم بجوج هادو، عندهم مقام موحد هاد الجوج هادو، عندهم المقام موحد. إذا شنو غادي يولي؟ تي على جوج زائد هي 4 تي على جوج، و 4 على جوج كام تساوي 4 على جوج؟ لا اختزلنا بجوج تولي هي جوج تي. إذا هادوك بجوج اللي بالخضر غادي يصبحوا هما جوج تي ناقص ماذا؟ زائد واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. نقول بذلك عملت كا ديالي. بالنسبة للتعميم ديال ال، سمح هنا كاين اللي غادي يقد يلاحظ شي حاجة، هنا راه مكاينش التعميم، هادي راه جوج تي ناقص واحد واللي راه تي على جوج. مشي تحاول التلميذ هنا كاين مسابقة عامة ثالثة ولا هذا، صافي تما كيحصل. طلبوا منا التعميم ديال ال، ال هي 3 ناقص جذر 2 ا الكل اس 2 زائد جذر 2 ا ناقص 3 عامل ماذا؟ عامل ا زائد 5. هنا كنلاحظ بان عندي هذه وهذه، يعني كيتشابهوا. شنو الفرق بيناتهم؟ هو وحده على شكل ا ناقص بي، وحده على شكل بي ناقص ا. الا بغيت نرد وحده بحال الاخرى، بحال مثلا هذه بغيت نردها بحال الاخرى، غادي نعمل بي ناقص ونقلبو. علاش ناقص واش تدخل هنا تولي ناقص ا، وناقص تدخل على ناقص تولي زائد بي، والجمع تبادلي غتعطيك بي ناقص ا، فاش نرد بي الاولى وناقص ا هي الثانيه تولي نرجع للحاله ديالي الاولى. يعني يكفي نعمل بي ناقص واحد، هنا ساقوم بالتعميل بي ناقص واحد او التعميل بالاشاره ناقص. اذا هادشي اللي غادي ندير حتى في هاد العمليه هذه، هي غادي نخلي المستبقه الهامه الاولى هذه اللي كتشوفوا بوسيت نخليها هي وهذه غادي نعمل بناقص وندير 3 ناقص جذر 2 ا ونزيد القوس ديالي عامل ا زائد 5 تساوي 3 ناقص جذر 2 ا الكل اس 2 ناقص وزائد تعطي ناقص، غتبقى 3 ناقص جذر 2 ا عامل ا زائد 5 اللي غتعطينا 3 ناقص جذر 2 ا هو العامل المشترك، عامل 3 ناقص جذر 2 ا نزيد القوس وما ننساش المعقوفة راه نسيتها عاود، ناقص ماذا؟ ا زائد 5 بين قوسين نسد المعقوفة ديالي.
علاش كندير المعقول فوق الاقواس باش ما نغلطش في الاشاره اللي كتسبق القوس. اذا العامل المشترك هو ماذا؟ هو 3 ناقص جذر 2ا، عامل 3 ناقص جذر 2ا ناقص غتغير ما بداخل القوس لا 5 تساوي 3 ناقص جذر 2ا. اذا 3 ناقص 5 هي ناقص ماذا؟ هي ناقص 2. وهنا غنعمل بأ، ناقص أ عميل جذر 2 زائد 1 وتبقى العملية. هذا هو التعميل ديال أ، وبقى غادي نعمل، وهذا هو التعميل ديال أ. بالتوفيق إن شاء الله وحظ سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.